هناك آيات وردت في القرآن الكريم تتحدث عن فتح مكة، فما هي هذه الآيات؟ السؤال الكل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، دي بس كده؟ ماشي. هناك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى مثلا: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ومنها قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. ومنها قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. ومنها الآية اللي محمد قالها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل الآيات دي بتتكلم عن إيه؟ عن فتح مكة.